طيب نبدأ من الأول من الـ Structure System. الـ Structure System هو الهياكل المعدنية أو الحاجات اللي احنا عادة بنستخدمها في صناعات كتير قوي، زي وليكن مثلا الـ Construction، ممكن نستخدمها في الماشينينج، ممكن نستخدمها في الانرجي، ممكن نستخدمها في الاوتوموتيف، حتى لو احنا بنبني باص، لو بنبني تريلر، او ايفن حتى في المارين اندستري. هي وايدلي يوز. اللي بيحصل قبل كده ان احنا طول عمرنا في سوليدوركس في حال عندنا حاجه اسمها ويلدمنت موديول. الويلدمنت موديول بنستخدم فيه حاجتين او تو مين فيتشرز. الفيتشرز الاولانيه اللي هي ستراكشر ممبر، وبناء عليه أنا لازم أبني path. الباث دوت بيبقى عبارة عن sketch، ومن خلال الباث دوت أنا ببدأ أكريت الستركشر ممبر، وبعد كده علشان نعالج الكورنر بنعمل حاجة اسمها trim extent علشان نعمل corner treatment. طيب علشان نسترجع كده الناس اللي ما اشتغلتش حتى ويلدمنت، نسترجع احنا كنا بنعمل ايه في سوليد ووركس قبل كده. وليكن مثلا عايزين نبني الباص شيلتر دوت او محطة انتظار الركاب. علشان نبنيها لازم نبني 3D sketch. الحقيقة ان احنا لو ما اشتغلناش 3D sketch هنا كان هنبقى محتاجين ان احنا نعمل حوالي تقريبا 7 أو 8 sketches. طيب وبعدين بنبدأ نشتغل بحاجة اسمها structure member feature، بنحدد نوع البروفايل، وبعد كده بنبدأ نختار اللاينز اللي هيمشي عليها البروفايل. كتير من حضراتكم عارفين دوت وعارفين انه اختيار السكتشز بيبقى بناء على نوع البروفايل، يعني كل الجروبز اللي هيبقى ليها نفس البروبرتيز بتاعه البروفايل هختارها في ستراكشر ممبر واحد. طيب لو حبيت اغير البروفايل بروبرتيز هضطر ان انا اعمل ستراكشر ممبر جديد، وفي الاخر هنضطر ان نعمل حاجه اسمها تريم اكستند. يمكن ده كان زمان قبل 2020. في سوليد ووركس 2020 بدأنا نغير الكونسبت شوية، عملنا حاجة كما لو كانت version 2 of Worldement. عملنا حاجة اسمها Structure System. Structure System هي Environment أنا بخش جواها زيها زي مثلا Sketch Environment، وبعدين ببدأ أبني حاجة اسمها Primary Member وحاجة اسمها Secondary Member. في النهاية بعد ما بخلص بيبدأ يديني حاجة اسمها Corner Management علشان أعالج الكورنرز او اشوف الطريقه اللي انا عايز اقطع بيها الكورنرز. في الاخر لو بدانا نعمل نفس الشكل دوت وعايزين نعمله بالستراكشر سيستم الجديد، الحقيقه انا مش محتاج كل ال 3 دي سكتش، انا كل اللي محتاجه 2 سكتشز و 2 بلينز، ذاتس ات. والستراكشر سيستم الجديد الموجود في سوليد ووركس 2020 بيديني امكانيه ان انا ابدا من بوينت. هنا بدانا ببرايمري ستراكشر ممبر، بدانا من بوينتس، حددنا الـ end condition ان هو يبقى up to plane، وحددنا الـ direction بتاع الـ structure member. الحقيقة ان ده الاسلوب دوت ما كانش متاح اصلا في ما قبل SolidWorks 2020. من التابة التانية ببدأ احدد الـ profile properties، انا محتاج اشتغل على structure profile شكله عامل ازاي. طيب انا خلاص primary member، اقدر اعمل primary member تاني؟ ما فيش مشكلة، as long ان انا جوه الـ structure system اقدر اعمل primary member تاني. طيب ايه فكره السكندري ممبر؟ السكندري ممبر هو الممبر اللي هيوصل ما بين البرايمري ممبرز، وفي عندي اسلوبين. الاسلوب الاولاني ان انا بحتاج سبورت بلين امشي على اساسه، والاسلوب الثاني ان انا بتوين بوينتس. طيب الاختيار بيتم ازاي؟ اما بيتم عن طريق بيرز، ان انا بختار تو برايمري ممبرز اكون على اساسهم السكندري ممبر، او ان انا بختار التشين، وبالتالي انا بس ببقى بحدد الستراكشر ممبر 1 باي 1، وهو سوليد ووركس اوتوماتيك على طول بيبدا يكرييت الستراكشر ممبر. طيب ناخد بالنا الستراكشر ممبر العلوي هو ميل بنفس الميل بتاع البلين. طيب انا عايز اغير ده، عايز اغير الالاينمنت بتاع الستراكشر ممبر. الكلام ده بنعمله ازاي؟ واحنا جوه الستراكشر ممبر بنبدا نختار الستراكشر ممبر اللي احنا عايزين نغيره، بعد كده بنروح لبروفايل وبنبدا نختار الاينمنت سكتش علشان يبقى بشكل افقي هوريزونتال. طيب هنا انا لسه ما خلصتش، انا محتاج لسه تاني اعمل سكندري ممبر جديد. في السكندري ممبر دوت هعمل سكندري ممبر سفلي. طيب انا علشان محتاج ان هو يتقطع ما بين كل الاستراكشر او البرايمري ممبرز،
انا هختار كل البرايمري ممبرز عن طريق التشين سيلكشن، وبعد كده هختار البلين، هو اوتوماتيك سوليد ووركس هيبدا يعمل لي ستراكشر ممبر سيجمنتس ما بين كل برايمري ممبر. لحد المرحله ديت لو بدانا نخرج بره الستراكشر سيستم، سوليد ووركس هيبدا يديني يقول لي طيب انت في كورنرز هنا انا محتاج اعالجها. الكورنرز دي بيديها لي في مجموعتين، احيانا ممكن يديها لي في ثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه هي سمبل، يعني ايه سمبل؟ يعني تو ستراكشر ممبرز متقاطعين مع بعض مش اكتر من كده، وعاده بيبقوا متقاطعين في السبان اللي هو منتصف تقريبا، مش في الكورنر او مش في نهايات الستراكشر ممبر. طيب هنا ببدا احدد نوع التريم. التريم ممكن يبقى بادي تريم وممكن يبقى تريم او بلانر تريم. طيب هنشوف كل واحد فيهم. البادي تريم لو قلت اوكي هو بدا ياخد الستراكشر ممبر العلوي ويقطع على اساسه السكندري ممبر. طيب انا عايز بلانر تريم. البلانر تريم فيه نوعين، يا اما الفيرست كونتاكت يا اما فول كونتاكت. الفيرست كونتاكت هو اول ما بيلمس الستراكشر ممبر بياخد قطعيه عدله على طول. طيب في النوع الثاني اللي هو الفول بلانر هو بياخد برضو قطعيه عدله بس بناء على السطح المماثل ليه في اول ستراكشر ممبر هيقطع. طيب انا هنا هحدد بادي تريم، طبعا مع اعتذارنا للجماعه البرادين واللحامين ان هو هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا ان هم يوصلوا للقطعيه ديت، بس خلينا نكمل. الكومبلكس، الكومبلكس هو تقاطع ثلاث او اكثر من الستراكشر ممبر، وفي الحاله ديت انا ممكن اختار كورنر باي كورنر علشان احدد شكل الكورنر تريتمنت الموجوده فيها. طيب ناخد بالنا هنا ان في ثلاثه سيلكشن. السيلكشن الاولاني اسمه تريم تول ممبر، فين الممبر اللي انا عايزه يكمل مش هيتقطع، وبناء عليه الباقيين هيتقطعوا. بعد كده الموجودين بقى اللي هيتعاملوا مع القطعيه ديت هم تو ممبرز. طب خلينا نقول اوكي علشان نشوف شكل القطعه عامل ازاي. هنا التريم تول هو اللي كمل والباقيين عملوا بادي تريم بناء على اساسه. طيب خلينا نغير في الموضوع شويه. طيب لو انا عايز احد الاستراكشر ممبر ان هو يتقطع قطعيه عدله ما يبقاش بادي تريم، انا اختار لي هنا فولي كونتاكت تريم، وفي الحاله ديت دوت السيلكشن رقم 3 او سيلكشن بوكس رقم 3 هو هيحدد لي دلوقتي انه القطعيه هتبقى عدله. بنفس الطريقه ممكن اختار كورنر باي كورنر علشان احدد شكل القطع في كل واحد هيبقى عامل ازاي. يبقى نفتكر يا جماعه مع بعض انه في الكورنر تريتمنت في عندنا ثلاثه سيلكشن بوكس، كل واحد فيهم بيقوم بمهمه منفصله. المهمه بتاعت السيلكشن بوكس الاولاني ان هو بيحدد فين الستراكشر ممبر اللي مش هيتقطع وبناء عليه الباقيين هيتقطعوا. السيلكشن بوكس الثاني بيعمل بادي تريم، يعني اي كومبوننتس او اي ستراكشر هيبقى موجود جواه هيتقطع بناء على البادي اللي بيقطعه. طيب السيلكشن بوكس الثالث هيبقى ال full contact trim او طبعا ال start contact trim اللي هو ال first contact trim. طيب انا لسه ما خلصتش، وهنا يمكن في المثال دوت انا بحاول اطلع بره ال structure member علشان اوري لحضراتكم الشكل النهائي للموضوع، بس انا كان ممكن اعمل كل الممبرز مره واحده وانا جوه structure system environment. طيب انا محتاج اشتغل بقى بالنوع الثاني. انا ما عنديش بلين يحدد الاستراكشر ممبر دوت، هل لازم اعمل بلين؟ هل لازم اعمل سكتش؟ لا، انا ممكن اشتغل بالتو بوينتس ممبرز واحدد المسافه. يعني ايه احدد المسافه؟ زي ما احنا شايفين كده سوليد ووركس بيبدا ياخد المسافه من احد النهايات بتاعه البرايمري ممبرز، وبناء عليها ببدا احدد ارتفاع الاستراكشر ممبر. خلينا ناخد مثال تاني، وليكن انا عايز اعمل استراكشر ممبر اللي هو اللي في الوسط دوت، وعايز اخد مسافه 1200 من نهايه الاستراكشر ممبر الاولاني ومسافه صفر علشان اتقاطع بالظبط عند الكورنر. تاني انا ما عملتش اي سكتش، ما عملتش اي 3 دي سكتش او حتى 2 دي سكتش علشان اقدر اوصل للنتيجه ديت. في الكورنر مانجمنت هو اوتوماتيك على طول بدا يقطع الاربعه استراكشر ممبرز دول مع بعض كبادي تريم. طيب انا عايز اغير ده، انا عايز اعمل يوزر ديفاين تريم. في اليوزر ديفاين تريم انا احدد فين الستراكشر ممبر اللي انا عايز اعمل له يوزر ديفاين تريم وهنقلهم في السليكشن بوكس الثالث
وبعد كده في التريم تول هختار يوزر ديفاين. في اليوزر ديفاين هحدد فين الفيسز اللي انا هقطع على اساسها. فلكسبيليتي عاليه جدا علشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها في الكورنر. طيب انا برضو لسه ما خلصتش، محتاج ان انا اعمل ستراكشر ممبر جديد، بس يمكن المره دي هعمل بروفايل مختلف. في الحاله ديت هروح برضو للستراكشر سيستم، هعمل اديت، وبعد كده هروح للسكندري ستراكشر ممبر وهبدا احط البروفايل الجديد بناء على المقاسات اللي انا عايزها. ناخد بالنا هنا ال 2500 هي المسافه ما بين نهايه الستراكشر ممبر وما بين منتصف الستراكشر ممبر اللي انا بعمله او السكندري ممبر. هي ديت المسافه ال 2500. طبعا دوت واضح على طول، SolidWorks كالعاده يوزر فريندلي، هو بيبدا يديني الانديكيتد كالرز بتاعه نهايات الستراكشر ممبرز. طيب انا عايز اكمل الديزاين بتاعي، عايز اعمل شكل لشكل تاندا شويه، بس للاسف الاستراكشر معمول بناء على اس بي لاين. هنا للتشالنج، قبل كده في SolidWorks كنا بنعمل ورك راوند للاس بي لاين، ان احنا بنعمل كرييت للاين واركس. في SolidWorks 2020 نو مور ورك راوندز، اي اس بي لاين هتقدر تتعامل معاه. وهنا ببدا اعمل برايمري ممبر بناء على اس بي لاين كالعاده، بيديني كورنر مانجمنت وانا بتعامل مع الكورنر مانجمنت على حسب شكل الكورنرز اللي انا عايزها. بعد كده هبدا اعمل لينير باترن. في اللينير باترن انا هشتغل بالاسلوب العادي، انا بس مش فاكر قوي الدايمنشنز، فهستغل الحته بتاعت اب تو ريفرنس بحيث ان انا اخد الاستراكشر ممبر العلوي اكرره مرتين عند كل نهايه. الجديد في SolidWorks 2020 انه مش هنعمل بودي باترن، لا هنعمل ستراكشر ممبر باترن. وفي الحاله ديت SolidWorks بيحافظ كل مره بعمل فيها الباترن على الانتليجنت او الانفورميشن اللي انا اصلا عملتها جوه الستراكشر ممبر. هنا بدل ما هعمل فيتشر لا هعمل بوديز تو باترن. الكلام ده طبعا بينطبق برضو على سيركلر باترن. طيب انا ليه عملت ده؟ ليه عملت ستراكشر ممبر باترن؟ لانه انا كمان ممكن احتاج اعمل ستراكشر ممبر تاني، والستراكشر ممبر دوت انا محتاج اعمل منه سكندري ممبر علشان يتقطع ما بين التو او الثري برايمري ممبرز اللي انا عملتهم قبل كده عن طريق الباترن. SolidWorks بيتعامل معاهم دلوقتي كما لو كانوا اتعاملوا فعلا عن طريق اسبي لاينز. هغير البروفايل، كمان ممكن يبقى عندي امكانيه ان انا اعمل بروفايل الاينمنت مش بس عن طريق سكتش، ان انا كمان احدد الزاويه. طيب احنا كده اول ما هنخرج بره الاستراكشر سيستم هو كالعاده برضه هيديني كورنر مانجمنت. متهيألي يا جماعه اللي احنا شفناه دلوقتي دوت في اكتر من حاجه مختلفه، انه احنا بدأنا مبدئيا من تو سكتشز. بدأنا نعمل ستراكشر سيستم وشفنا البرايمري والسكندري. طيب نرجع للاساسيات بقى، نرجع لو احنا عملنا كرييت مثلا لسوليد او عملنا كرييت لسيرفيس هو كونتيننج اريا، وانا عايز اعمل على الكونتيننج اريا ديت ستراكشر ممبر. لو احنا شغالين ما قبل 2020 الحقيقه ان احنا محتاجين نعمل convert entities، احنا محتاجين نكرييت سكتشز بناء على الايدجز اللي موجوده. بس في SolidWorks 2020 لا، الموضوع مش هيبقى كده. انا هبدا على طول structure member، ومن ال structure member دوت هحدد الايدجز لان هو بيديني الامكانيه ديت، انا مش محتاج ان انا يبقى عندي سكتش علشان ابدا structure member، وبحدد البروفايل. كده عملت برايمري ممبر، عايز كمان اعمل برايمري ممبر تاني بناء على الايدجز. نفتكر هنا ان الموضوع كله بناء على الايدجز. برضه هغير البروفايل، هخليه بروفايل اصغر شويه، واول ما اخرج برضه كالعاده كورنر تريتمنت او كورنر مانجمنت هيشتغل معايا عشان يوريني فين المناطق اللي انا عايز اعمل فيها كورنر تريتمنت. هنا في الكومبلكس تريتمنت يمكن مش هنشتغل على تريم تول ولا هنشتغل على البلانر تريم، احنا بس هنغير الاوردر
يعني ايه هنغير الاوردر؟ يعني فين التو ممبرز اللي هيتجمعوا الاول وبناء عليه هيتقطع الثاني. فانا بدي له اوردر 2، تريم اوردر 2، علشان التو تيوبس الكبار يبداوا يعملوا مايتر مع بعض، وبعد كده الصغير هيبدا يعمل بودي تريم على اساسه. طيب نفتكر تاني انه كانت البدايه بتاعتنا ايه؟ كانت البدايه بتاعتنا سوليد، انا ما عملتش اي سكتشز، وبناء عليه لو انا بتكلم عن اوبننج دور زي ده، نفكر كده مع بعض، لو انا عايز اعمل الفريم بتاع الباب، هل انا فعلا محتاج ان انا اعمل سكتشز؟ الحقيقه لا. موست اوف ذا تايم انت مش محتاج تعمل سكتشز لو انت شغال بالستراكشر سيستم، وبناء عليه نفكر بنفس الاسلوب. لو انا عندي بليت عايز اعملها ستيفنر، الستيفنرز ديت ممكن ما ابقاش محتاج خالص ان انا ابدا اعمل سكتشز علشان اعمل الستيفنرز عن طريق الاستراكشر سيستم الجديد.